سبورتس مع أنور سالم. سبورتس مع أنور سالم. أعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج سبورتس مع أنور سالم في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، تحية طيبة وحلقة جديدة من البرنامج بنقدم لكم فيها سبوت مهم وموضوع مهم من المواضيع الكتير اللي بنستقبلها يوميا على صفحتنا برنامج سبوتس مع أنور سالم وعلى الواتساب الخاص بالبرنامج، وكمان الرابط الدائم اللي احنا دايما بنستقبل عليه الموضوعات والمشكلات. استقبلنا موضوعات كتير ومشكلات كتير، ولكن لضيق الوقت معانا ما بنقدرش نعرض كل حاجة. النهاردة هنحاول نتكلم حسب الوقت، وموضوع الحلقة النهاردة كمان جالنا من ضمن الأسئلة اللي جات لنا. بس قبل ما أبدأ في موضوع الحلقة واستقبل ضيفتي وارحب بيها، عاوز أقول لحضراتكم الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن فتاة الخبز. الفيديو بتاع فتاة الخبز انتشر بشكل كبير، والحقيقة أنا كنت خدت الصورة بدون ما أعرف مصدرها أو أعرف صاحبها. أنا طبعا عارف المصدر جاي من أي جروب واثق فيه وكل حاجة، ولكن واجب عليا أن أنا أشكر اللي صور الصورة لأنه صاحب الفضل في أنه يوصل الصورة دي، وبدعو كل صاحب موهبة أو صاحب أداء أو صاحب وسيلة أن هو دايما يسلط الضوء ويحط السبوت ويقدم عن طريق وسيلته حاجة مفيدة تفيد الناس ونموذج يقتدي به الناس. إحنا مش بنتكلم على أن البنت دي اللي وصلها لكده، لكن بنتكلم على أنها بتعمل حاجة كويسة، بتشتغل عشان تجيب فلوس وفي نفس الوقت قاعدة بتذاكر. رحت عشان أشوف البنت وأعمل معاها لقاء زي ما قلت لكم، وأطلع اللقاء معانا على الشاشة. للأسف ما لقيتش البنت في أكتر من يوم، ولكن وأنا ماشي صادف إن أنا لقيت موقف تاني مع شخصية تانية، بس المرة دي كانت سيدة. السيدة يعني سيدة محترمة كده، واقفة ومعاها طفلة شايلاها، وجنبها عربية الطفلة، وحتى قدامها ترابيزة وبتبيع برضو منتجات عشان منها طاقتات وتجيب فلوس ودخل. الحقيقة عشان أنا مش يعني احتراما ليها مش هقدر إن أنا أعرض الصورة بتاعتها، ولكن حبيت أقول إن النماذج دي موجودة كتير ومنتشرة كتير، وطبعا كلنا نتذكر الموضوع اللي انتشر في الفترة الأخيرة وبائع الفريسكا. زي بائع الفريسكا فيه كتير جدا. طولت في المقدمة وضفت معايا، خلونا نرحب بضيفتنا الأستاذة مرهان الغرباوي. أستاذة نورهان أخصائية التخاطب والتوحد. أستاذة نورهان أهلا بيكي معانا النهارده. أهلا بحضرتك. آسف طولت على حضرتك. لا ولا يهم حضرتك. إحنا النهارده من ضمن الرسائل اللي جات لنا، جالنا رسائل كتير بتتكلم عن مشكلة تأخر اللغة. عشان كده النهارده قلنا لازم حضرتك تكوني موجودة معانا، وحضرتك مديرة دار الطفل للتوحد، وحضرتك لازم تكوني موجودة معانا عشان تقدم لنا ردود على الأسئلة اللي جات، والموضوع ده نناقشه ونفتح الباب ونحط السبوت بتاعنا عليه. تمام. نبدأ كده ونتكلم عن المشكلة، وهل هي فعلا بدأت تنتشر في الفترة الحالية بشكل كبير، ولا لا ده هو بس مجرد ان الفيسبوك والسوشيال ميديا بدأت تسلط الضوء عليه قوي؟ لا، هي المشكلة فعلا انتشرت مؤخرا كتير جدا. دايما الام بتشتكي ان ابنها مش بيتكلم، ده بتبقى وجهة نظر الام، لكن احنا بيبقى لنا حسابات تانية خالص، لان في مهارات بنسميها مهارات ما قبل اللغة. المهارات دي اللي بتأهل الطفل ان هو يكتسب اللغة بالشكل المناسب لسنه، لان المفروض الطفل بيكتسب اللغة من البيئة اللي حواليه. يعني لو الامهات دلوقتي بتسمعني، واحنا صغيرين ما كانش حد لقلنا الكلام، احنا كنا لوحدنا اكتسبناه من البيئة اللي حوالينا. فالمهارات المفروض تكون موجودة قبل اكتساب اللغة، أو المهارات اللي الأم المفروض تاخد بالها منها، هي مهارات مهمة بتسهل وبتساعد الطفل على اكتساب اللغة بشكل كويس. منها أول مهارة هي مهارة التواصل البصري. يعني ايه تواصل بصري؟ يعني الطفل لما يلاحظ ان حد عدى قدامه، مثلا خلينا نبتدي من أول مثلا 6 شهور، بيبتدي يبص ويلاحظ مين اللي عدى قدامه ده، أو بيبقى عينه في عين الأم. حتى بيقولوا أو بينصح الأمهات دايما بالرضاعة الطبيعية، لأن أثناء الرضاعة الأم بتبقى متواصلة بصريا مع الطفل. لينك في بين الأم. لازم يكون في لينك ويكون في تواصل بصري. طيب إيه اللي ممكن يحصل يأثر على التواصل البصري؟ إن الأم بتترك الطفل قدام الموبايل كتير، قدام التلفزيون كتير، ده بيأثر كتير جدا على التواصل البصري. طيب ليه أو إزاي بيأثر؟
بيقولوا ان نفترض مثلا ان لو الواحد متعود كل يوم يشرب كوبايه شاي بعشر معالق سكر، وجيت في يوم اديته كوبايه الشاي بمعلقه سكر واحده، مش هيحب ان هو يشربها. ده اللي بيحصل مع الطفل، تغيير. لا، الطفل التلفزيون سواء بقى كرتون او اي حاجه بتتعرض قدامه بتبقى فيها مثيرات كتير جدا، الوان كتير وحركه سريعه واصوات واغاني، الحاجات دي مش موجوده في الواقع. الطفل بيبقى اتعود على الليفل ده من المثيرات، فلما تطفي التلفزيون بتلاقي ان الطفل مش مركز معاك اصلا، بتسحب حواسه، مش ولا حتى بيبص لك حتى لما تيجي تنادي عليه، فبيحصل دروب كبير جدا، وتلاقي ان الطفل بدا ان هو ما يكتسبش اللغه. بالعكس، في امهات جات لي ان ابنها او بنتها كان بيتكلم حلو جدا وفجاه بدا يفقد اللغه، دي بتبقى مشكله كبيره. لما نيجي نسالها طب ايه اللي حصل، لما ناخد التاريخ المرضي بتاعه او دراسه الحاله، تقول انا كنت بسيبه فعلا قدام التلفزيون كتير علشان بيقعد يعيط، فبدي له الموبايل او التلفزيون يتفرج فيسكت فاعمل شغل البيت. دي بتبقى مشكله كبيره جدا. تاني مهاره هي مهاره التقليد. مهاره التقليد في سن كده هتلاقي الطفل وصل تحس ان هو عامل زي البغبغان، تلاقي كل حاجه بيقلدك فيها. لما تقف تصلي تلاقيه بيحاول ان هو عايز يصلي زيك، قلت كلمه تلاقيه قالها وراك، عملت حركه عملت حركه لقيته عملها وراك على طول. فلو مفيش تواصل بصري مش هعرف يقلد، هو اصلا مش هيبقى باصص لك. فمهاره التقليد مهاره مهمه جدا، والاهم من ده كله هي سلامه السمع. لازم نتاكد ان الولد ده بيسمع كويس او الطفل بيسمع كويس، وبلاش نعتمد على حته ان لا ده هو بيسمع اصلا لما بناديله بيبص لي. دلوقتي في اجهزه اثناء تطعيم الاول للطفل، في اجهزه اصبحت موجوده في المستشفيات على نفقه الدوله طبعا، بيتم الكشف على السمع بالنسبه للاطفال. ده اجراء مهم جدا، بس في اطفال بيحصلها دروبات او مشاكل مرضيه بتاثر بعد كده في السمع. فاول خطوه لازم نتاكد ان السمع كويس، ان في تواصل بصري جيد، ان في ان الطفل مكتسب مهاره التقليد. طب حضرتك بتقولي اللغه، يعني احنا متعودين ان دايما نقول تاخر الكلام، لكن اللغه دي احنا الدارج عندنا ان اللغه دي يعني اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، اللغه الفرنسيه. فطبعا ممكن المستمع او المشاهد يقول هو تاخر اللغه، ما ممكن يتكلم بس اللغات عنده متاخره. فعاوزين نوضح النقطه دي بالذات. هو التاخر اللغوي احنا بنقصد بيه ان الطفل بيكون متاخر في كل جوانب اللغه اللي هي الكلام. الكلام ده جزء من مهارات اللغه كلها، يعني هي المشكله مش بس ان الطفل مش عارف يتكلم، المشكله كمان في حاجه اسمها المهارات الاستقبليه او مهارات اللغه الاستقبليه. بمعنى ايه؟ ان الطفل ممكن تطلب منه حاجه تلاقيه مش فاهمك، يبقى احنا كده عندنا مشكله في الاستقبال، ان هو الكلام الموجه اليه مش فاهمه، مش فاهم الكلام اللغه، وفي نفس الوقت هو عنده مشكله في التعبيري، مش قادر برضه يعبر عن الكلام. يعني لما بنلاقي ان الجزء الاستقبالي كويس والمهارات المعرفيه بتاعه الطفل كويسه بس اتاخر شويه في النطق، في الوقت ده احنا مش بنقلق، لكن القلق فعلا تلاقي الطفل ولا هو فاهم اي طلب بسيط بتطلبه منه، ولا هو قادر ان هو يعبر بشكل كويس. هو الدارج او بالصفه عامه عند الامهات بيسموه كلام، تاخر كلام، لكن احنا في مجالنا بنسميه التاخر اللغوي اللي هو جوانب اللغه بقى ككل. اللغه تشمل الكلام وغير الكلام. الكلام والمهارات الاستقبالية والبرمجة. حضرتك اتكلمت عن الام. الام عليها الدور الاول. اكيد. هي اكيد هتستنتج اذا كان في نقص في احد الحواس او لا. صح. بس ازاي الام تكتشف ان في بدايه لمشكله سواء في التخاطب، في الكلام، في اللغه، في التوحد، ايا كان المسمى طبعا. وحضرتك كخبيره او اخصائيه تقدري تعرفي ده لو قابلت الطفل. لكن قبل كده الام تعرف ازاي وازاي تتعامل اولا ثم تتعامل بعد ذلك لما حضرتك تبتدي مع الحاله؟ الاكتشاف بيتم عن طريق بنقول للام هل انت هو معاكي في البيت بيبقى فاهمك ولا لا؟ يعني لما تقولي روح المطبخ هات كذا، افتح الثلاجه، حط الشوز بتاعك في مكانه، ليه الاوامر البسيطه قوي بيبقى فاهمها ولا لا؟ طيب هل هو لما تيجي تكلميه او بتناديله بيبص لك ولا لا؟ في امهات تقول هو بيجي لي بس مش ده الاجابه اللي انا ببقى عايزاها، باكد عليها بيبقى عينه في عينك ولا لا؟ فدي حاجات بتبقى بوادر قوي تخلي الام تقلق، او ان هي يا ريت تتوجه على طول لحد متخصص يساعدها في تقييم الطفل ده. بلس كده ان في امهات بتبقى موسوسه شويه،
بمعنى ايه؟ طبعا في فروق فرديه، في اطفال بيبقى عندهم الذكاء اللغوي، تلاقي الطفل سابق، الطفل سابق المستوى المفروض يكون عليه في سنه، تمام؟ فبنوضح للام النقطه دي، يعني بعد ما بنعمل التقييم بنقول لها ابنك متاخر ولا مش متاخر عشان تطمن. طيب حضرتك بدات تتعاملي مع الحاله، تبدا الام تتعامل ازاي؟ الام لازم تكون في البيت مع اولادها زي ما بنقول كده عامله زي البغبغيه. بمعنى ايه؟ كان الله في عون الام. تتكلم مع ابنها كتير جدا، كل موقف بيحصل تحكيه له، كل حاجه حواليه في البيت، حتى الحاجات اللي في البيئه اللي حواليه تعرفوا اسمها. حتى على فكره لو الطفل ده طفل صغير، يعني في امهات تقول هو مش فاهمني ده لسه بيبي، لا اتكلمي برده معاه. طب احنا ليه بنطلب من الام انها تتكلم مع ابنها كتير؟ علشان في حاجه عند الطفل اسمها المخزون اللغوي، بيبتدي ان الطفل ده يكتسب ويخزن عنده في المخزون اللغوي. لما اللغه تنمو عنده بيبتدي ان هو يقدر ان هو ياخد من المخزون ده ويبتدي يكون الجمله مثلا معايا ويتكلم. تمام، يعني انا لاحظت ان حضرتك بتتكلمي عن الطفل الرضيع، بتتكلمي عن الطفل الاكبر عشان نوضح بس دي للساده المشاهدين. الكلام ده ممكن يكون عند الطفل لسه مولود يعني بعد كام شهر، ممكن يكون عند طفل مثلا في مرحله الابتدائيه الاعداديه، ولا هل في سن للتوحد؟ هو مش هقول في سن التوحد، هو التوحد لسه سببه مش واضح بنسبه 100%، ولكن في كتير رجع الموضوع ان هو عوامل وراثيه. بس امتى بنقدر ان احنا نشخص ان الطفل ده عنده توحد؟ بعد سن الثلاث سنين، يعني مش في سن التدخل المبكر، مش في السن الصغير، بعد سن الثلاث سنين بنقدر ان احنا نلاحظ بقى الطفل ونعمل التقييمات اللازمه للحاله ونبتدي بقى نقول هو عنده توحد ولا ما عندوش توحد. هو انا بفتح الفيسبوك فلقيت بوست ظريف في ام، احنا لسه بنقول الله يكون في عين الام، بتقول ان ولادي من كتر ما بتعامل معاهم وقطعت علاقتي الاجتماعيه خاصه في ظل الكورونا يعني، فبدات احس ان انا هبدا في مرحله التوحد. فهل فعلا ممكن حد في سن كبير يصاب بهذه الحاله او يتم تغير في نفسيته ويوصل لهذه المرحله؟ لا ما بتحصلش، لان هو التوحد هو اضطراب سلوكي اكتر، وبنسميه اضطراب نمائي بصفه اخص يعني، ويصاب الاطفال. لكن لو حد كبير بدا ان هو يتقوقع ده حاله نفسيه. طيب احنا معانا مكالمه نقول الو. الو، المكالمه جاهزه معانا؟ طيب لحد ما تجهز المكالمه معانا. الو. ايوه مع حضرتك. الو. ايوه، تعرف بحضرتك. ايوه، نتعرف بحضرتك. مدام جهام من اسكندريه. مدام جهام اسكندريه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. طيب ممكن اشارك في البرنامج؟ اتفضلي تحت امرك. معاك الاستاذه نورهان، لو عندك سؤال حضرتك اساليه. اهلا، ازي حضرتك يا استاذه نورهان؟ اهلا يا مدام جهام، اتفضلي. على فكره متابعين حضرتك يعني. شكرا. لو سمحت عايز اسال حضرتك، انا عندي طفله عندها 3 سنين. تمام. بس كلامها يعني قليل جدا، ما بتتكلمش كتير يعني، كلمات بسيطه بس ما بقولها على حاجه او كده يعني بتفهمني يعني وبتعملها. تمام، يعني هي كلامها بسيط يعني. كلامها بسيط، بتقول كلمات فقط ولا ممكن تقول جمله يعني بابا جه ماما اشرب؟ نعم. لا، كلمات. كلمات فقط. اطرب، انام كده يعني. تمام. ما بتقولش جمل يعني. تمام ماشي. اسأل واضح. شكرا حضرتك. السؤال اظن واضح. السؤال ده بيجي لي كتير جدا 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 كمان. زي ما قلت لحضرتك، دايما الام باصه على الطفل بيتكلم ولا مش بيتكلم. لكن احنا لما بنعمل تقييمات بنلاقي في مشكله في المهارات المعرفيه. دايما المهارة المعرفية بتسبق اللغة، يعني لازم الطفل يبقى ملم وعارف الحاجات اللي حواليه، بعد كده هو بيقدر ان هو يعبر ويتكلم. اللي اكتسبها وحطها في المخزون بتاعه. فاحنا لازم نتأكد ان المهارات المعرفية اللي عند الطفل ده، الطفلة دي كويسة ولا لا. لو المهارات المعرفية كويسة، ونتأكد تاني، انا بأكد ان السمع كويس وان بقية المهارات ان في تقليد وإلى آخره، بنبتدي ان احنا بقى نديها جلسات تخاطب. بالاضافه لكده ان احنا بننصح الام زي ما قلت لحضرتك ان هي تتكلم مع الطفل كتير، لان في اطفال ما بيبقاش عندها اي مشكله لكن محتاجين تلقين للغه.
هو محتاج يتلقن اللغه. يتلقن اللغه. ما عندوش القدره على اكتسابها بالشكل الطبيعي. يعني اذا كان بيقول كلمات نقدر نديله جمل عشان يقدر ان هو يتواصل بجمل كامله. بالظبط كده، يعني هي 3 سنين المفروض تكون وصلت ان هي تكون جمله من 3 كلمات. ثلاث سنين ثلاث كلمات. بابا جه يا ماما، ماما انا عايز اكل، ماما انا عايز اشرب، اللي هي برضو الجمل الكلام اللي بيتقال في البيئه برضو يعني. اللي حواليه هي المفروض تكون وصلت للليفل ده. هي كده لسه بتقول كلمات، لا احنا متاخرين شويه. انصح ان هي تتوجه لحد متخصص ان هو ان شاء الله يديها جلسات وان شاء الله تتحسن. يعني رقم الاستاذه نورهان والمركز بتاعها دار الطفل للتخاطب موجود على الشاشة، وتقدروا تتواصلوا معها في أي وقت، وعن طريق الفيسبوك كمان صفحتها موجودة. أستاذة نورهان، التنمر شيء للأسف سيء جدا، لكن انتشر في مجتمعنا على أشياء كتير. خلينا نتكلم على التنمر على الطفل اللي عنده مشاكل سواء في التخاطب أو في تأخر اللغة أو في التوحد. للأسف زي ما حضرتك قلت ان في زي البوست اللي حضرتك قريته ان ام بتتكلم عادي يعني بنية صافية يعني، ولكن الكلام ده بيجرح الاهالي. لان لازم بيكون حتى احنا لما نكتب في ارشاداتنا ان لازم للأسرة ارشاد اسري، لازم نفهمها الحالة اللي قدامها. فلما الام طبعا تقرأ حاجة زي كده اكيد بتأثر فيها جامد. والتنمر بيأثر كتير برضو في حياة الاطفال المصابين بالتلعثم، ان هما متلعثمين او اللي هو بيتهتهوا يعني بالكلمه الدارجه في مجتمعنا. بتلاقي الطفل بدا ان هو ينسحب من المجتمع، ممكن تلاقيه بدا ان هو يحط ايده على بقه مثلا وهو بيتكلم. هنأدي للاسف ان الطفل ينعزل عن المجتمع والمشكله تكبر اكتر. فهو سلوك مش كويس الصراحة، التنمر يعني بجميع أحواله أيا كان على أطفال أو على كبار. وأتمنى الناس يحدوا شوية من المشكلة يعني من الموضوع ده. يعني إحنا كلامنا كله النهاردة موجه للأم، مش عشان بنرمي عليها الحمل، ولكن الأم مدرسة صح، فهي مسؤولة عن الأسرة في الجانب النفسي والتربوي، بتبقى تواجدها مع الأطفال أكتر أظن بيبقى بيكون بديلها دور أكبر شوية في النقطة دي. النقطة اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها برضو بخصوص التلعثم أو التهتهة أو كده، في رسالة جات لنا بس محبش يذكر الاسم. بيقول ابني اتأخر في الكلام بس اتكلم وبقى كويس، ولكن بيجيله وعنده 8 سنوات بيجيله أحيانا يبدأ يتأتأ في الكلام أو يتأخر في نطق الجملة، بعد كده ينطقها عادي جدا. بس دي حالات مؤقتة يعني مش دايما. هو التلعثم ليه كذا شكل، في أطفال بتكرر أول كلمة، في أطفال بتكرر أول حرف، في أطفال بتلاقي زي الحالة اللي حضرتك بتقولها إن هو بيتكلم حلو ويجي في النص تحس إن الكلمة بتطلع معاه بالعافية. يعني هو التلعثم ليه كذا شكل. إزاي بنتعامل مع الحالة دي؟ الأول حاجة بنعملها إن إحنا بنبحث عن السبب، سواء بقى سبب عضوي. في اطفال بتبقى عندها على فكره كبار يعني مش شرط اطفال، ان التنفس عندهم قصير شويه فبنديهم شويه تمارين للتنفس. وفي ناس تانية او حالات تانية بيبقى السبب نفسي. يعني احيانا ممكن يكون عضوي، احيانا مش شرط، لان في ناس بتقلق قوي من الموضوع يعني. لا، وهي مشكله التلعثم عندنا في حاجه واحده، ان هو بيروح ويجي. يعني ما اقدرش اقول للام مزمن، اقدر اقول ان هو مزمن، ولكن هو كون ان الانسان او الطفل بنبتدي ان احنا ندربه ازاي يتعامل مع الحاله دي لما بتجيله، المشكله هنا على فكره بتنتهي. يعني كلها متمركزه في حاجه واحده، ان الطفل او الانسان البالغ ايا كان السن ان هو يتحكم في نفسه اثناء الحاله دي. وده بيتم طبعا عن طريق التدريب في الجلسات، بالاضافه لكده ان احنا بندي نصايح للاسره ان محدش يتريق، دي حاجه مهمه. وحاجه تانية ممكن حد بيعملها بحسن نيه، ان هو يسكته ويكمل الجمله مكانه. يعني مثلا سي مثلا هدي مثال عشان يبقى واضح، الطفل مثلا يقول يا ماما انا عاوز اشرب، فالاقي الام تقول لي ان انا بقول له بس انت عايز تشرب خد الميه اهي، فكون ان هي توقفه ده بتزود المشكله اكتر عنه. تمام. في نقطة بس صغيرة كده في الآخر، يعني احنا في شغلنا في التدريب اللغة الإنجليزية طبعا غير اللغة اللي حضرتك بتتكلم عليها، بنواجه أحيانا إن في أطفال بيبقى عندهم بعض الصعوبات في نطق بعض الحروف. تمام. طبعا بما إننا دارسين الصوتيات فبنبقى عارفين مخارج الألفاظ طالعة منين،
فبنقدر احيانا نتعامل، بس هل في كل الاحوال التعامل يكون سهل وبسيط ولا لازم يكون عن طريق اخصائي؟ لا، هو لازم يكون عن طريق اخصائي. ليه؟ لان لما بيجي لنا حاله طفل عنده مشكله في اصدار بعض الاصوات، اول حاجه بنعملها هو تقييم لاعضاء النطق. لازم نتاكد ان اللسان كويس، ان الاسنان كويسه، ان مفيش مثلا مشكله في الفكين، ولو لقينا مشكله بنوجهه لطبيب المختص، وبعد كده احنا نعمل تقييم للاصوات ونشوف المشكله في ايه ونشتغل عليها. طيب قبل ما نختم، انا عارف ان حضرتك جاوبت على كل الاسئله وكل الكلام، بس احتراما للاسئله اللي جت، ابو موده بيقول ابني عنده 3 سنوات ولسانه خفيف جدا وفجاه لسانه بدا يتقل. طبعا حضرتك جاوبت على الكلام ده. الاستاذ محمد صالح بيقول ابني عنده متلازمه داون ومش بيتكلم برضه، اعتقد ان احنا اتكلمنا في النقطه دي. استاذ نوران الوقت بيجري بسرعه والكلام اعتقد ان احنا اتكلمنا في مواضيع كتير ورغم ضيق الوقت، فبشكرك شكرا جزيلا. شكرا، ان شاء الله كلنا لقاءات اخرى باذن الله نتكلم. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، قبل ما نختم عاوز اقول لكم بس ان احنا عندنا حدث مهم جدا ابتداء من يوم 13 الشهر الحالي شهر يناير وحتى 31 يناير. ان شاء الله عندنا بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 رقم 27. مصر بتنظم البطولة ورغم الكورونا ورغم كل حاجة، إلا إن في ظل إجراءات احترازية قوية جدا مصر بتنظم بطولة مهمة جدا، وكالعادة مصر دايما بتدي أمثلة ونموذج كبير جدا لكل العالم وبتوري لهم إن مصر بلد الحضارة والحاضر والمستقبل. إن شاء الله أتمنى زي ما الدولة كانت على قدر المسؤولية وقدرت إن هي تنظم البطولة أو هتنظم البطولة إن شاء الله وهي قادرة على ذلك، وقدرنا إن احنا نعمل استادات ومصالات مغطاة جديدة زي 6 أكتوبر زي العاصمة الإدارية الجديدة، إن شاء الله تكون بطولة موفقة. ياريت كلنا نحط إيدينا في إيدين بعض ونقدر إن احنا نساند الدولة في تنظيم هذه البطولة ونقدم صورة كويسة لمصر. سبوتاتنا خلصت النهاردة وحلقتنا كمان خلصت، لكن سبوتاتنا وحلقتنا لسه ما خلصتش. انتظرونا دايما مع برنامج سبوتس مع أنور سالم. وفي الختام، سلام.